من حرارة موضوع المعاشات، ومن قبل حرارة موضوع المقابر، إلى حرارة الطقس نفسه بقى. ارتفاع درجات الحرارة احنا شايفينه عامل ازاي خلال الفترة القليلة الماضية، وشايفين قد ايه ان هو كمان في جزء منه غير طبيعي مش متعودين عليه، مش في مصر بس في العالم. وده طبعا بحكم قدرة تغير المناخ اللي تكلفتها باهظة، مش بس في تغير حالة الطقس، انما تأثير ده بقى على محاصيل زراعية، على حاجات كتير جدا. بس مش ده موضوعنا. موضوعنا انه مع زيادة او ارتفاع درجات الحرارة، ناس كتير لما بيكون ربنا كرمهم كده وعندهم تكييف في البيت بيبدأوا يستخدموا التكييف، ده طبيعي جدا، لكن في أخطاء بترتكب فبالتالي بتؤدي إلى إنه التكييف ده يبقى سبب في دمار، في حريق، يحصل له بقى انفجار، ماس كهربائي، مش عارف إيه الكلام ده كله. ده بيحصل ليه؟ خلي بال حضراتكم، ده إحنا هنا مش بنتكلم على تكييفات المنازل بس، تكييفات منازل، تكييفات مكاتب، حتى موجودة في دور العبادة. ليه ده بيحصل؟ ويمكن شفنا حوادث مش قليلة على مدار الفترة الماضية، ومنهم مجموعة من النجوم اللي تعرضوا لهذا الحادث، انه التكييف كان سبب في انه يحصل حريق في المنزل، زي ما حصل في بيت النجم الكبير استاذ محمد هنيدي، كان الكلام ده في شهر يونيو الماضي، ومجموعة اخرى من النجوم ايضا خلال الفترة الماضية. ايه الاخطاء اللي بتبقى موجودة؟ في اخطاء شائعة، منها مثلا على سبيل المثال انه مع دخول فصل الصيف انت لازم تبدا تعمل صيانه للتكييف بتاعك، في ناس ما بتعملش. جزء من الصيانه ليه علاقه كمان بانك تتاكد من ان وصلات التكييف سليمه، عشان الاحمال عليها مع ارتفاع درجات الحراره مع استهلاك التكييف ممكن في لحظه الاسلاك دي لا تتحمل، فيحصل لا قدر الله ما لا يحمد عقباه. جزء تاني وده خطا بقى شائع، في ناس بتنزل بدرجه حراره التكييف قوي على اساس ان هي تسقع الغرفه، فتنزل مثلا درجة حرارة 16، لو التكييف بيجيب لحد 16، التكييفات الحديثة في منها بيجيب لحد 18، فيثبت على 18 ويعمله اوتوماتيك، يعني المطلوب انه التكييف يوصل بدرجة حرارة الغرفة عند 18، وفي الاغلب ده ما بيحصلش، فيفضل التكييف شغال على طول من غير ما يفصل، فبالتالي الحمل عليه يزيد، فيجي في لحظة ممكن يقوم مولع. ليه بنتكلم في الكلام ده؟ يعني احنا بادئين اهو، المفروض انه فصل الصيف لسه ما بدأش، هيبدأ كمان اسبوع رسميا، بس درجة الحرارة مرتفعة، عايزين نتجنب لا قدر الله ان ممكن يحصل هذه النوعية من الحوادث. نعمل ايه؟ ايه الأخطاء الشائعة؟ ايه الصح اللي المفروض نعمله عشان نأمن نفسنا؟ خلونا نعرف من سيادة اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة سابقا. سيادة اللواء مساء الخير، برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. بخصوص موضوع التكييف، إيه الأخطاء الشائعة اللي بتؤدي إنه لا قدر الله ممكن يحصل ماس كهربائي، أو إنه فجأة التكييف الجهاز يولع بشكل أو بآخر فيؤدي إلى حريق؟ تمام، هو زي ما سيادتك أشرت يا فندم، إنه مع بداية تشغيل أجهزة التكييف لازم نعمل أعمال الصيانة في البداية، أول ما أستخدم التكييف أول مرة. بدايه دخول الصيف يبقى بعمل اعمال الصيانه، الاهم من اعمال الصيانه يا فندم انها يبقى عن طريق متخصصين. مش واحد كده يقول لك انا بفهم في الكهرباء والسباكه والنجاره وبتاع وكلام واروح اعمل لك التكييف وياخد عشان مبلغ زهيد ولا لا، ما تستخسرش في التكييف. خلي اللي يعمل الصيانه ناس متخصص، فني متخصص، نعم، فني متخصص او من شركه متخصصه معروفه لها سجل تجاري مسؤول عن اعمال. نعم، هذه واحد. طيب احنا عملنا الصيانه في اول الصيف، وهو الصيف لسه داخل علينا، احنا اليومين دول البلد كلها بتتعرض الى عواصف ترابيه، بتتعرض الى تراب، التراب ده يا فندم بيخش في الوحدات الخارجيه للتكييف، نعم، يتغلغل كده جوه ثنايا اجهزه الوحده الخارجيه بتاعه التكييف، اللي هو الكمبريسر، يعني الكمبريسر هو بيسحب الهواء من بره، بيمشيه على مجموعه تبريد بيرجع يخرجه للمكان. يبقى عندي فلاتر، بيجي برضه الفلاتر دي بتتسد من كميه التراب اللي موجوده بره. وسد الفلاتر ده ممكن يؤدي الى انه يشتعل التكييف فعلا؟ هنخلي التشغيل شغال بكل بكامل طاقته علشان يخرج سقعه. فلو هو مسدود عمال يشغل اقصى طاقه فمش هيفصل الفصل الطبيعي، لا هيشتغل مده اطول، بيشتغل لمده اطول يعني بنتعرض لخطر اكبر. فاحنا بعد ما تهدى عمليه التراب وعمليه العواصف الترابيه اللي احنا موجودين فيها، لو سمحتم اعملوا بس عمليه صيانه
مره اخرى هننضف شويه التراب وشويه الفلاتر الموجوده كويس في التكييف مع ناس متخصصه. طيب هل لو التكييف مثلا اكتشفت ان هو بيسرب بس عادي فضلت مشغله لحد ما ابقى اعمل له صيانه، هل موضوع التسريب ده ممكن ايضا يؤدي الى زياده الاحمال عليه فلا قدر الله يولع؟ هيؤدي الى وجود اخطار، ما هو التسريب ده يا فندم اللي هو يعني يا غاز الفريون اللي موجود جوه التكييف يعني هيبقى في خلل موجود جوه التكييف، طب انا اعرض نفسي ليه لغايه لما يحصل الخساره الكبيره؟ مع اي ما فيش جهاز تكييف على فكره يا فندم هيبوظ مره واحده. هو هيدي بوادر او هيدي شواهد. هتسمع صوته مثلا في زنه سيادتك. هتلاقي صوت التكييف بقى عالي عن الاول. بيفصل كده لوحده، يعني بيعمل اي حاجه غير طبيعيه. نعم. فلازم ده ينبهني على طول. ينبهني ان لا لازم اعمل بقى صيانه، ما استناش لغايه لما الخطر يحصل ونرجع نقول يا ريت ان احنا كنا صلحناه. النزول بدرجه حرارته الى الحد الادنى عشان عايز اسقع الاوضه بسرعه بشكل او باخر وبعمله على الاوتوماتيك في نفس الوقت فالتكييف ما بيفصلش عشان يحاول يوصل لدرجه الحراره دي، ده بيزود عليه الاحمال ايضا وبالتالي عشان ما بيفصلش فممكن يحترق؟ ممكن يحترق يا فندم لانه بيبقى في حاله تشغيل كامله يعني بكامل قوته بكامل القوه بتاعته، ده بيؤدي الجهاز شغال باقصى درجه مع الجهاز اللي بيشتغل بأقصى درجه دوت ما بيفصلش بيتعرض لوجود فتره. طيب انا عايز اعمل ايه حضرتك؟ بقى يعني هعمله على 16 ماشي، بردت الاوضه ارجع بقى اظبطه على 20 21 لما هاجي يعني هخش الاوضه. طب سياده اللواء هل ده برضو بينطبق على التكييفات المركزيه؟ التكييفات المركزيه ده بيبقى الصعوبه حضرتك في يعني هي التكييف بصفه عامه انه بيسحب هواء من بره بيخش على وحدات تبريد بيخرج من المخرج. للوحدات الخارجيه دي وهي بتشرب الهواء من بره يا فندم كميه التراب اللي موجوده كميه الاعاصير والى اخره اكيد بتاثر على اجهزه التكييف المركزيه. فاللي حضرتك بتقول عليه ده كلها نصائح تخص الوحدات العاديه او التكييفات المركزيه ايضا. المركزيه. طب لا قدر الله لو وحده التكييف فجاه لقيت ان هي بتولع زي ما احنا شايفين مثلا قدامنا على الشاشه دلوقتي، ايه التصرف الصح سريعا في اللحظه دي عشان النار دي ما تمسكش في البيت كله؟ اجري بسرعه افصل الكهرباء. ده اول حاجه، تمام. اول حاجه. الجهاز اللي قدامي اللي مولع ده انا فصلت عنه الكهرباء تماما والاوضه خلاص فصلت عنها الكهرباء تماما، ممكن استخدم الميه هنا. ميه بس لو انا فصلت الكهرباء وتاكدت ان انا فصلت الكهرباء عن الحجره اللي فيها التكييف. بطانيه او قماش او كده مش ممكن يكون امن في اللحظه دي؟ مش هتدي النتيجه السريعه حضرتك. طب هتدي النتيجة. ولو انا من الناس اللي يعني مهتم بالموضوع ده ومامن نفسي فعندي طفايه حريق؟ ده يبقى افضل وافضل يا فندم ان انا بخش بطفايه الحريق وببتدي بوجهها مباشره على الجهاز. مش ببقى من اول الاوضه مثلا من باب الاوضه وبعدين بضرب الطفايه. لا لازم يبقى بنسميه التسليط المباشر. مباشر صحيح. مباشر يعني بخش لغايه المكان اللي فيه نار وابتدي استخدم الطفايه. نعم. اشكرك يا سياده اللواء طبعا على هذه النصائح ودي. افتح الاوضه يا فندم، افتح الاوضه عشان لو في دخان او اي حاجه يخرج على بره على طول. بس ده بعد ما اطفيه عشان ما يبقاش في هواء قبل ما اطفيه. صحيح. تمام. اشكرك على تمام. هذه المعلومات الهامه جدا سياده اللواء ممدوح عبد القادر مدير اداره الحمايه المدنيه سابقا بالقاهره. اهم شيء بس عشان موضوع المايه اللي اشار اليه سياده اللواء لازم تكون فصلت الكهرباء، ما فصلتش الكهرباء ما تفكرش تستخدم المايه. موضوع طفايه الحريق ده ليه لا؟ طفايه صغيره حط عندك في البيت، اي لحظه قررت تحتاجها لا قدر الله نار ظهرت في اي لحظه طفايه الحريق تخلصك من القصه دي على طول.